عارفين ايه اهم حاجة لازم تكون موجودة على سفرة رمضان؟ المخلل، حاجة كده تفتح النفس بعد صيام طويل. بس الفكرة بقى، هل جربتوا قبل كده المخلل سويت اند ساور؟ لو ما جربتوش فخلوني اعرفكوا على منتجات من بيج اونلاين اسمها الاميرة هاني. عندهم منتجات كتير زي عسل النحل الطبيعي بتاعهم، واللي بالمناسبة عاملين عليه اوفر حلو قوي، ان لو اخدتوا كيلو من عسل الموالح بتاخدوا الازازة دي ربع كيلو هدية، حريرة او رحيق مشكل. وكمان عندهم انواع كتير من المخلل زي البصل والزيتون المحشي والليمون أصفر. بمناسبة رمضان فهم عاملين اوفر، لو اشتريتوا مخلل مشكل او بصل او ليمون بتاخدوا عليه واحد كمان هدية. وعجبتني قوي الفكرة اللي هم عاملينها، انهم عاملين انواع بالمخلل تكون سويت اند ساور وطعم كده اول مرة ادوقه في حياتي. يعني المخلل الحادق المملح بتاعنا اللي عارفينه بطعم مسكر شوية، ميكس كده رهيب. ومن الحاجات بقى اللي سهلت عليا قوي في الطبخ هو التوم بتاعهم، متقشر وجاهز كده نستخدمه على الاكل على طول. واللي ابهرتني بقى بجد هي انواع الجبن عندهم، زي جبنة بالبسطرمة ودي بيبقى فيها قطع بسطرمة، وجبنة بالفراخ المدخنة، وجبنة بالسجق ودي برضو فيها قطع سجق، وجبنة بقى ريكفورد بعين الجمل. وعايز اقول لكم بقى انكم لو طلبتوا من عندهم هتاخدوا الشحن فري لاول اوردر هتطلبوه. واستنوا بقى الفترة الجاية هعمل لكم افكار كتير بكل المنتجات دي لوصفات رمضان.